بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من حلقات هذا البرنامج الذي نعرض فيه بعض القصص من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في زمن موسى عليه السلام حصل أمر من رجل يسمى السامري. فما قصة السامري؟ وماذا فعل في بني إسرائيل؟ وما جريمة هذا الرجل؟ كلنا يعلم أن موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل ونجاهم الله عز وجل من فرعون، وأغرق الله فرعون وقومه، وانطلقوا في تلك الصحراء متوجهين إلى جهة فلسطين، في طريقهم رأوا عجلا يعبد من دون الله عز وجل، فطلبوا من موسى أن يعبدوه أو يصنع لهم إلها مثله. قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. للتو نجاهم الله عز وجل والآن يطلبون إلها غيره. فحذرهم ونبههم موسى عليه السلام من عبادة غير الله جل وعلا. انطلق حتى جاء يوم الميعاد الذي وعد الله عز وجل فيه موسى أن يكلمه وأن يعلمه، وموسى عليه السلام كليم الله جل وعلا. موسى عليه السلام قبل أن يترك بني إسرائيل في تلك الأرض ليكلم ربه عز وجل أمر عليهم أخاه، من؟ هارون عليه السلام، نبي أيضا من أنبياء الله جل وعلا، أمره على قومه ثم ذهب يكلم ربه عز وجل 30 ثم صارت 40 يوما. هارون وهو جالس مع قومه وبنو إسرائيل موجودون، كان فيهم رجل اسمه السامري. هذا السامري رجل فيه خبث وفيه نفاق، تظاهر بالإيمان لكن قلبه لم يكن مؤمنا بالله جل وعلا. هذا الرجل لما رأى جبريل عليه السلام عندما أغرق فرعون، رأى فرس جبريل حطت في الأرض فأخذ أثرا من فرس جبريل، أخذه واحتفظ به. وبنو إسرائيل لما خرجوا من مصر استعاروا ذهبا من فرعون وقومه، من قوم فرعون، وأخذوا الذهب معهم أو زار القوم. فجاءهم السامري وموسى غائب. قال أين الذهب الذي أخذتموه من مصر من أولئك الناس؟ فأعطوه الذهب، قال أريد أن أخلصكم من هذه الأوزار. فجمع الذهب منهم ثم صهره، وصار شكل الذهب بعد أن انصهر جمده على شكل عجل من العجول، ولد البقر. فلما صنع هذا العجل من ذهب رمى عليه التراب الذي أخذه من أثر جبريل عليه السلام، أخذ التراب ورماه على ونثره على هذا العجل من ذهب. فلما نثر هذا التراب قيل والله أعلم أن هذا العجل بدأ يظهر صوتا، وقيل لا، كان الصوت من أثر الهواء الذي يدخل ويخرج، فصار صوتا كصوت البقر له خوار. فصنع لهم هذا العجل الذي هو من ذهب، أخذ أوزار القوم يعني الحلية التي جمعوها من الفراعنة، ثم صنع هذا العجل ثم نثر هذا التراب فبدأ العجل يصدر صوتا. فتعجب بنو إسرائيل، ما هذا؟ ما الذي حدث؟ ما الذي فعلته يا سامري؟ قال أتعرفون ما هذا؟ قالوا لا. قال هذا إلهكم. ماذا؟ إلهنا؟ وأين ذهب موسى؟ ألم يذهب ليكلم ربه؟ قال نسي. هذا إلهكم وإله موسى، فنسي. نسي موسى أن الإله موجود هنا. وبنو إسرائيل قوم فيهم من الجهل ما فيهم، ومن الحماقة ما فيهم. ربهم الذي نجاهم من فرعون جعلوه هذا الإله الذي صنعه السامري بيده. قال هذا إلهكم وإله موسى، فنسي. جاءهم من؟ هارون. قال اتقوا الله، ماذا تفعلون؟ أخذوا يطوفون حول هذا الإله ويعبدونه من دون الله جل وعلا ويستغيثون به. فجاءهم من؟ هارون عليه السلام. قال إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، ماذا تفعلون؟
ليس هذا بإلهكم، إلهكم الله الذي خلقكم. فجاءوا لهارون وهددوه واستضعفوه وكادوا أن يقتلوه. ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. استضعفوه وكادوا أن يقتلوه وقالوا لهارون: اذهب افعل ما تريد، فإنا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، سنعبده ونستغيث به ونطوف حوله حتى يرجع إلينا موسى. ماذا سيفعل هارون الآن؟ حاول، نصح، ذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. وكادوا أن يقتلوه، وخشي هارون أن يفرق بين الناس ويفتن بينهم، فانتظر أخاه حتى يرجع. الآن موسى عليه السلام يكلم ربه. قال الله عز وجل لموسى بعد أن علمه وكتب الألواح والنسخ كلها نقصها، فقال الله عز وجل لموسى: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. من السامري؟ يضل قومي عن عبادة الله جل وعلا. فإذا بموسى عليه السلام يغضب، غضب لله جل وعلا، والقوم تركوا عبادة الله للتو، تركهم 40 يوم بس، 40 يوم كفروا بالله ورجعوا إلى عبادة غير الله والأصنام والأوثان، كلها 40 يوم. لكن بنو إسرائيل كم تعب منهم موسى عليه السلام وصبر، كم آذوه لكنه تحمل. غضب موسى عليه السلام وكان بيده ألواح، فرمى الألواح من يده غضبا لله جل وعلا، غضب ما درى عن نفسه ورمى الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة لقوم يؤمنون. لكن غضبه لله جل وعلا جعله يسرع إلى قومه، فرجع موسى غضبان أسفا، رجع إلى قومه شافهم إي والله يعبدون العجل، تركوا عبادة الله. يا قوم ماذا فعلتم؟ كيف تركتم عبادة الله إلى عبادة هذا العجل؟ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. فرد بنو إسرائيل على موسى عليه السلام، شوف ايش قالوا: تذكر الذهب الذي أخذناه من آل فرعون، حملنا أوزارا من زينة القوم، طلبها السامري منا فقذفناها. وكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. عرف موسى القصة، أن الذي خدعهم وأضلهم من؟ السامري. طبعا بنو إسرائيل ليس كلهم عبدوا العجل، جزء ما عبد العجلة، انتظر موسى عليه السلام ولم يعبد إلا ربه، لكن جزء من بني إسرائيل عبدوا العجل. ذهب موسى عليه السلام مباشرة وهو غضبان إلى من؟ إلى هارون أخيه، إلى أخيه هارون، فتله من لحيته، مسكه من لحيته يجره: ماذا فعلت يا هارون؟ لما فعلت هذا؟ لما تركت الناس يعبدون العجل؟ ذهب إلى أخيه يقول: يا هارون ألم أقل لك أن يعني تكون على بني إسرائيل أمينا؟ لما فعلت هذا؟ لما تركتهم؟ قال: يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. يا ابن أم يا موسى لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، خشيت أن أفتن بين الناس ولم أنتظرك. يا موسى كادوا أن يقتلونني، لا تشمت بي الأعداء. فترك موسى عليه السلام أخاه ثم ذهب إلى السامري يريد أن يسأله عما فعل ولم فعل هذا،
وكيف خدع الناس وجعلهم يعبدون العجل من دون الله عز وجل. قال: فما خطبك يا سامري؟ لما صنعت هذا الذي صنعت؟ كيف جعلت الناس يعبدون عجلا من دون الله؟ لما تركت العهد الذي بيني وبينك؟ كيف كفرت بالله وآمنت بهذا العجل وجعلت الناس يكفرون بالله جل وعلا؟ جاء موسى عليه السلام ولا زال غضبانا يكلم السامري ويسأله عن جريمته التي فعلها. ماذا رد السامري؟ وكيف كان جوابه على موسى عليه السلام؟ وماذا فعل موسى عليه السلام بعد هذا مع بني إسرائيل؟ وماذا كانت عقوبة الذين عبدوا العجل من دون الله عز وجل؟ هذا موضوع حديثنا، لكن بإذن الله إذا عدنا وإياكم بعد الفاصل، كونوا معنا. قرآننا يروي الفضائل، قصة روائعها يشع سناها. جاء موسى عليه السلام إلى السامري الذي أضل الناس وجعلهم يعبدون هذا العجل من دون الله، قال له: لما صنعت هذا يا سامري؟ قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به. ما الذي رأيت؟ رأيت جبريل، ما رآه أحد، فأخذت قبضت قبضة من أثر الرسول، من أثره قبل أن يغرق فرعون. لما جاء ليغرق فرعون في اليم رأيته، فأخذت شيئا من أثره. قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. الآن اعترف السامري بالجريمة، اعترف بالذنب، والآن سيحكم عليه موسى عليه السلام. قال: اذهب، اذهب، عقوبتك أن تغادرنا، أن تبتعد عنا، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي لا يمسك عقوبة، لا يمسك أحد من الناس، ولن تمس أحدا من الناس طوال حياتك. قال: فاذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. هذه عقوبة الدنيا، أما عقوبة الآخرة فالأمر عند الله جل وعلا، وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك، شفت هذا العجل الذي صنعته من الذهب والذي عبدت الناس إياه؟ وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه. أمر موسى عليه السلام به أن يحرق، أن يصهر، شكل نفسه أن يذهب، لنحرقنه. ثم برد، فتت هذا الذهب، ثم نثره موسى عليه السلام في البحر، ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. طرد السامري، وبدأت الآن عقوبة الآلاف الذين عبدوا العجلة من دون الله جل وعلا، كانوا ألوفا. فانتظر موسى عليه السلام حكم الله عز وجل فيهم، فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن يقتلوا جميعا. الله عز وجل حكم فيهم بأن يقتلوا، فأمرهم موسى عليه السلام الذين اتخذوا العجلة، قال لهم: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. توبوا إلى الله ثم يقتل بعضكم بعضا. فأخذ كل منهم السلاح وأخذوا يقتلون بعضهم بعضا، كل واحد يقتل الآخر. الذين اتخذوا العجلة هذه كانت عقوبتهم، قتلوا جميعا. ثم لما هدأ موسى عليه السلام بحث عن الألواح التي رماها وألقاها، أخذها مرة أخرى، ففي نسختها هدى للناس ورحمة للعالمين. هذه الحادثة لهذا الرجل السامري الذي صور للناس هذا الضلال، بل قول بني إسرائيل عندما قالوا اجعل لنا إلها حصل هذا الأمر، شيء منه في هذه الأمة. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة إلى حنين، وكان معه أناس للتو أسلموا،
لما مروا على شجرة، وهذه الشجرة كان المشركون يعلقون عليها سيوفهم يتبركون بها، وكانوا للتو أسلموا، بعض الناس من الصحابة للتو أسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، الشجرة اسمها ذات أنواط. فقال الصحابة الذين أسلموا للتو، اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله أكبر، إنها السنن. يعني التاريخ يعاد مرة أخرى، الذين طلبوا عبادة العجل الآن ناس تطلب عبادة الشجر، نفس الشيء. الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. غضب موسى عليه السلام وغضب رسولنا عليه الصلاة والسلام، لما؟ لأنها قضية توحيد، قضية عبادة من دون الله جل وعلا. لو كانت معصية من المعاصي لهان الخطب، لكان الإنكار أقل، لكن جانب التوحيد أعظم جانب، وقضية الشرك أعظم ظلم على وجه الأرض. قد يعصي الإنسان فيتوب الله عليه، قد يلقى ربه على معصية فيعفو الله عنه، فإن أصابته النار فإنه لا يخلد فيها، لكن من لقي ربه على الشرك فلا عذر له أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولخبث السامري ما دعا قومه إلى أي معصية من المعاصي أو إلى ذنب من الذنوب، لكنه والعياذ بالله دعاهم إلى أعظم ذنب، وهو الشرك بالله جل وعلا. ولكم أن تتصوروا بني إسرائيل الذين نجاهم الله وفيهم أنبياء الله، بل هارون كان بينهم، ومع هذا يعبدون صنما وتمثالا لبقر، يعبدونه من دون الله، فيطوفون حوله ويتوسلون به ويستغيثون به. أي انحطاط في البشرية هذا الانحطاط! إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، بل في القرآن وصف لمن أشرك بالله، فكأنه خر من السماء. شفت الإنسان الموحد كأنه في السماء، فإذا أشرك كأنه خر من السماء إلى الوادي السحيق، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. كل هذا بسبب الشرك بالله جل وعلا. غضب موسى لأن الأمر يستحق الغضب، غضب لأنهم عبدوا غير الله وللتو نجاهم الله جل وعلا، غضب لأن القضية ليست معصية، القضية شرك بالله جل وعلا، ولهذا غضب عليهم موسى. أما السامري فأمره إلى الله جل وعلا، وعقوبته عند الله جل وعلا، والله جل وعلا سيعاقبه أشد العقوبة، فإن كان الذين اتبعوه قتلوا، ما بالكم بالذي دعاهم أصلا لعبادة غير الله جل وعلا. هذه باختصار قصة السامري في عهد موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام عانى أشد المعاناة من بني إسرائيل. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل فقال اعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال عمر دعني أضرب عنقه، قال لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثم ماذا قال؟ قال لقد أوذي موسى أكثر من هذا. يعني هذا ولا شيء بالنسبة لأذى قوم موسى لموسى، لقد أوذي موسى أكثر من هذا. فصبر موسى عليه السلام مع كثرة إيذائهم لموسى، ينزل الله عز وجل عليهم المن والسلوى، أحلى طعام، ما يبون، نريد القثاء والبصل والثوم، الله يطعمكم أحلى أنواع الطعام، ومع هذا يطلبون الطعام الرديء أو غيره. بل
إن الأذى الذي نال موسى عليه السلام من قومه لم يناله أي نبي من الأنبياء، لقد أوذي موسى أكثر من هذا فصبر. التوحيد أعظم الطاعات، والشرك أعظم الذنوب. هذه القصة تبين لنا خطورة الشرك، وأن الشرك قد يدخل في الإنسان من حيث لا يشعر. زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. هذا الذي يطوف حول القبر مثلا، أو الذي يستغيث بميت في قبره مثلا، أو الذي يتبرك بجدار لضريح مثلا، أو الذي يعلق خيطا على جدار ضريح ثم يأتي بالخيط يتبرك به ويستشفي به، ما الفرق بينهم وبين الذين اتخذوا العجل من دون الله؟ ما الفرق بين هؤلاء وأولئك؟ تشابهت القلوب، نفس الشيء. هؤلاء اتخذوا العجل، وهؤلاء اتخذوا القبر، وهؤلاء اتخذوا الشجر، وهؤلاء اتخذوا الصنم، وهؤلاء اتخذوا الخيوط، وهؤلاء اتخذوا الأحجار، كل منهم اتخذ إلها من دون الله عز وجل. والمؤمن الموحد لا يعبد إلا الله جل وعلا، فلا طواف إلا حيث أمر الله حول بيته الكعبة، ولا استغاثة إلا بالله، ولا دعاء إلا لله، ولا استعانة إلا بالله، ولا توكل إلا على الله، ولا ذبح إلا لله عز وجل. والنافع الضار هو الله جل وعلا وحده. بل أي نوع من أنواع الشرك لو اختلط بعمل فقد حبط العمل كله، والله عز وجل يغفر أي شيء إلا الشرك. السامري أحدث جريمة في بني إسرائيل، لكن الله عز وجل أعان موسى وهارون أن يكملا دعوتهما له جل وعلا، وبقي من بقي من أهل الإيمان، وقتل من قتل ممن اتخذ العجل من دون الله. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها.